تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير التموين والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة معرض أهلا مدارس الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر. يقام المعرض على مساحة 6000 متر بمشاركة 200 عارضا متنوعا، ويشمل أقساما للملابس والأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا حتى 10 مساء. احنا عندنا هنا عاملين خصومات على كل حاجه، مفيش عليه خصم. الخصم بيبدا من 10% لغايه 50% على حسب المنتج يعني. كل حاجه بقى، شنط مدرسيه، لانش بوكس، الزمزميات، الكشاكيل، في زي مدرسي فوق برضو، في اغسيه، في حاجات جاهزه كده للاولاد للمدرسه، الاقلام الجاف، الرصاص، اعدادات هندسيه، كل حاجه موجوده يعني، الورق. واحنا مشاركين السنه دي عاملين نسب خصومات بتبدا من 20% وواصله كمان ل 50% على بعض الاصناف، وفي منها التصنيع المحلي وفي منها المستورد. يعني عاملين 70% و 80%. بص مثلا الفيست ده كان ب 350، ب 100 تيشيرت، 150 ده، ب 150 يعني، الحاجات كلها ايه اسعار يعني، عاملين اسعار حلوه يعني. انا عندي الاسعار بتبدا من اول 45 جنيه لغايه 150 جنيه، ده شغل، انا ببيع بسعر المصنع. فعشان احنا في معرض قلم مدارس، فانا بحاول اوصل للجمهور البيع بسعر المصنع.